السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتير غابات بالسويد ممكن نلاقي فيها جيم خشبي مثل هذا. صراحة أنا هذا المكان رغم أنه عايش بهالمدينة من كم سنة بس اكتشفته من كم شهر بس، يعني بعد 3 أو 4 سنوات من سكن بهالمدينة بمدينة شوبينج. فمن فترة قصيرة تعرفت أنه في هذا الجيم موجود بالغابة. طبعا للأسف مع أنه الجو دائما غير مناسب بالسويد فهذا يعتبر عائق. مثل ما شايفين جيم خشبي، كثير أماكن بالسويد بتكون متوفر فيها هذا الجيم أو هذا النوع من الجيم. كما شايفين هون في 8 نقاط شارحين كيف كل نقطة بيصير التمرين. كما شايفين هون رقم 7 اللي هو هناك، ورقم 8 اللي هو جنبه، يعني هون إذا بدأنا بالرقم 1 اللي هو وراي بالضبط اللي هو هون، هذا رقم 1، رقم 2 اللي هو هناك، هون حسب الوزن اللي حابب. مثل ما شايفين يعني النقاط مختلفة، عندنا هون وهناك كمان